وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى القسم الأخير من حلقتنا لليوم. مع اقتراب بدء العام الدراسي يسارع الأهل إلى تحضير المستلزمات المدرسية لأولادهم، ولكن في زحمة المتطلبات والمهام اليومية قد يغفلون عن تهيئة الطفل للعودة إلى المدارس أكاديميا نفسيا واجتماعيا. فما هي أهمية هذا الأمر وكيف ينعكس على أداء الطفل وتقبله لكل جديد؟ الإجابة تأتينا مباشرة من تونس مع مفيدة بوصبات زهرة الاختصاصية في الطفولة المبكرة. صباح النور مفيدة. صباح النور. صباح النور سارة. يسعد صباحك مفيدة. بداية بيكون الطفل سهران في أغلب الأحيان قبل يومين من المدرسة، ثاني يوم مدرسة نطلب منه أنه ينام وينام على الوقت ويستيقظ في الصباح، بعد 4 شهور هو بعيد بالضبط تماما عن ترتيب مواعيد النوم. ما هي تبعات هذا الموضوع؟ سارة، أولا احنا لازم نحكي أنه هي عادة بعد كل عطلة يكون في عودة مدرسية، لكن مهرجان العودة المدرسية يكون بعد الصيف، ذلك لما عنده من أهمية مثل للطفل، لأنه ينتقل الطفل إلى مرحلة جديدة، إلى صف جديد، ممكن أصحاب جدد، ممكن حتى مدرسة جديدة. المشكلة اليوم أنه في هالمهرجان الأهل ينتبهوا أنهم يحضروا لأولادهم مستلزمات الدراسة، لكن يبعد عن البالهم كل البعد أنه يحضروا جسديا نفسيا وفكريا للعودة المدرسية. أكيد نعرفوا أنه عطلة الصيف هي أكثر عطلة تكون طويلة، يكون فيها الطفل بعيد كل البعد عن مدرجات المدارس. حتى لو حكينا احنا في وقت سابق أنه صحيح الطفل ما يأثرش عليه بشكل كبير دراسيا على هذا، لكن هو ممكن يكون عقليا بعد، فيكون روتينه اليومي مبعثر، يعني يتغير كليا، سهر مثل خروجات، ويكون هذا كله غير مبرمج. يعني الطفل يقوم على راحته، ينام على راحته، ياكل على راحته، دخوله وخروجه بدون حساب، اكيد هذا باش يكون عنده تبعيات. يعني نهار اللي باش يرجع للمدرسه اكيد باش روتينه كله باش يتغير. شنو يلزم الاهل يعملوا؟ مش قبل يوم او يومين، احنا نقولوا لازم اخر شهر في العطله الصيفيه يبلشوا الاهل يحضروا الولد جسديا تعرف، لانه فكريا ونفسيا اذا الوليد تحضر جسديا اوتوماتيك، يعني بصفه فوريه يتحضر فكريا ونفسيا للعوده المدرسيه. نعم. مثالك احنا نعرفوا اللي الظروف الاقتصاديه هي ظروف عالميه، ممكن الاهل يبداوا يحكيوا من قبل بفتره على اللوازم المدرسيه، على الغلاء الفاحش اللي اليوم شفنا في الاعلام انه يحكيوا، انه حتى يرأفوا المعلمين والمدارس والاساتذه بالاهل، حتى يقدروا الاهل يوفروا هذه المستلزمات اللي هي لازمه للطفل. فممكن الاهل في هالفترات الصعبه يحكيوا قدام الطفل على هالعبء، يحكيوا قدامه انه المستلزمات اصبحت غاليه، ممكن ما عمش قادرين يجيبوا كل المستلزمات، فهذا كمان يشوش الطفل فكريا ونفسيا انه باش يتحضر. فانا اقول انه قبل ما يبداوا يحكيوا على هالصعوبات الاقتصاديه، يبداو يحكيوا انه كيفاش يرجع للمدرسه، كيفاش باش يكون عنده رفقه جداد، كيفاش باش يكون الدمج، لانه تعرف فما اولاد يدخلوا تكون اول سنه دراسيه لهم، دونك قلق الانفصال يكون صعب وصعب كثير. فالاهل لازم على الاقل قبل بشهر يبداو يحضروا الولد جسديا لهالشيء هذا. نعم، تحدثتي عن أكثر من تحضير للطفل مفيدة، يعني أول شيء ذكرتي أن الفترة اللازم البدء في تهيئة الطفل لها شهر، في ناس ما بتاخذ حتى ولو أسبوع، يعني بكون الفترة جدا قصيرة، إذا هي مراحل وعلى وقت طويل. تحدثتي عن أكثر من يعني ناحية، أريد أن تخبرينا أكثر عنها، الناحية تحضير الطفل للناحية المدرسية، للناحية الاجتماعية واستقبال طلاب جداد وزملاء جداد، بالناحية التربوية وتهيئته، لأن السلطة الآن ليس فقط والديه، ولكن الآن سيتعرف على سلطات أخرى، مثلا كيف يتعامل معها المعلمين وغيرهم. أكيد
أكيد أكيد. شوف اليوم احنا نعيش في مشاكل، مش نركز على المشاكل الاقتصادية لأنه مش بعد مش يأثر على مردود الطفل حتى في علاقته مع المعلم ومع أصدقائه. اليوم مثال أكثرية الأهل للأسف الشديد مش قادرين باش يجيبوا حتى نوعية ممتازة من مثال الكراس المدرسي أو صحيح. حتى الكتب، ممكن الولد باش يدرس بنفس الكتب اللي درس فيها أخوه، هذا باش يأثر نفسيا على الطفل فيما بعد انه في التعامل مع المعلم ومع صديقه، ممكن يكون بجانبه صديقه عنده كل مستلزماته من احسن ما يكون، فهو تكون مستلزماته بسيطه. انا نتصور انه الاهل لازم يبداوا يحذروا الابناء اذا للطرفين، يعني الابن اللي عنده مستلزمات مثال نوعيه جيده والطفل اللي عنده نوعيه متوسطة، خلينا نقولوا متوسطة باش ما نقولوش نوعية رديئة، هذا باش يأثر سلبا في علاقة الطفل بزميله حتى مع المدرس، لأنه للأسف الشديد هناك بعض المدرسين واللي يفرضوا على الأهل نوعية من المواد الحاجيات المدرسية اللي تكون باهظة الثمن والأهل ممكن يشكل عليهم عبء، هذا باش يشكل عبء على الطفل أنه مش قادر يلبي طلب المدرس، فهنا باش يكون نوع من نجم نقوله من المشكل من التضارب في من هذه الناحية، ممكن الولد يتعرض للتنمر من المعلم ومن صديقه. فاليوم هنا باش ندخلوا شويه في مشاكل اخرى لازم الاهل ينتبهوا لها ويبداوا يحضروا في اولادهم من هذه الساعه قبل، يعني المدى احنا اليوم ممكن على مشارف العوده المدرسيه اذا نحكيو على العالم العربي بعد 12 يوم حتى اقل، يعني انا للاسف الشديد الوقت متاخر انهم يبداوا يحضروا اولادهم على هالشيء، انه احنا مثال ظروفنا ما تسمحش باش نجيبوا مواد مدرسيه ولا ادوات مدرسيه باهظه الثمن، على خلاف ممكن باش نفسروا له انه باش يلقى زميله في المدرسه عنده مواد يعني ادوات مدرسيه ما احسن. هذا انا نتصور لازم الاهل اللي كانوا يكونوا يحضروا للطفل من 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 قبل، يعني لانه نتصور هذه السنه باش تكون صعبه خاصه على المدارس، لانه اللي قاعدين نسمعوا فيه انه المدارس اليوم من بعد الكورونا وللاسف الشديد لانه الكورونا اثرت بجزء كبير صحيح. على المدارس وعلى الاهل، انه باش يكون في هناك مشاكل ويكون هناك صعوبات حتى على الاهل والمدرسه وللطفل انهم يتخطاوا بعض المشاكل خاصه وللاسف مشكله التنمر. طيب رح نرجع نتحدث عن مشكله التنمر لانها جدا مهمه ومهم جدا ان نهيئ اطفالنا قبل الدراسة، ولكن قبلها فقط نقطة صغيرة، بعض الأطفال بالرغم من كل المحاولات هم متمسكين بالتلفاز، متمسكين ببقائهم في المنزل، ساعات النوع المضطربة ويرفضون العودة إلى المدرسة، كيف نتعامل مع رفضهم؟ بالضبط هذا هو المشكله اليوم، انه الروتين او النمط اللي تعود عليه الطفل لمده 3 شهور او 4 شهور هو اللي باش ياثر عليه، لانه هو بالنسبه لي ماشي الشيء صعب. تعرف اليوم انه المنظومه التعليميه منظومه جدا صعبه وجدا يعني ظالمه للطفل، لانه تعرف انه المواد اللي تدرس هي مواد كثيره ممكن تكون حتى عبء على الطفل، عدم الاستيعاب لكل هالشيء، دونك هذا اللي يخلي الطفل اليوم رافض حتى العوده المدرسيه، لانه تعرف على مدى ال4 شهور الولد كان يعيش بحريه مطلقه، وبعد باش يلقى روحه يعني مكبل ببعض مش ببعض بس بجل معناتها السيستم اللي موجود في المدرسه. لهيك الاهل لازم على مدى العطله الصيفيه مع الروتين الحر لازم يكون هناك كمان روتين تدريبي مثل هناك في اللي كنا حكينا عليه في وقت سابق اللي هو
معناتها الكلوب نتاع العطل الصيفيه، نرجعوا بالولد النشاطات الصيفيه، نشاطات موجهه. حكينا قبل على المسرح، حكينا على الرسم، حكينا على المطالعه. المطالعه جدا مهمه، انه الولد ما لازم يقطع طول المده الصيفيه مع المطالعه، حتى لو ان دربناه شوي على بعض الواجبات المدرسيه الخفيفه، يعني مش انه يرجع يعمل واجب مدرسي كامل، لكن ما نقطعوش بالمره مع الدراسه. وحكينا فيه الموضوع هذا من قبل، وقلنا انه تدريجيا يعني مع النشاطات الصيفيه يكون فيها شوي نشاطات تعليميه تربويه للطفل، حتى ما يقطعش، ما يفقدش الروتين اللي باش يرجع له بصفه يعني بوتيره كبيره. تعرف اللي اول ما يرجعوا الاولاد للمدارس يبداوا في كل ما هو واجبات مدرسيه، واجبات صعبه كمان. طيب مفيده، لدي دقيقتين واريد الحديث عن الموضوع المهم، موضوع التنمر، هذا هو السؤال، تفضلي. نعم نعم. طيب شوف، التنمر هي مشكلة من المشاكل اللي المدارس يعني لمسناه، ان المدارس غير قادرة على التصدي لهذا المشكل. دونك الواجب اليوم يكون انه يكون هناك يعني عمل مزدوج بين الاهل والمدرسة، يعني الاهل يحاولوا انهم يربيوا ابنهم على الحوار، يربيوه على التعبير السليم، يربيوه على الاختلاف وتقبل الاختلاف، والمدرسة تحاول ان تقوم بعديد والعديد من التدريبات، تدرب المعلمين، تدرب الأطفال على تقبل الآخر، تقبل الاختلاف، لحتى ما يكون في هذه النوعية واللي قاعدين نشوفوا فيها بوتيرة سلبية جدا، بوتيرة تصاعدية بالنسبة للمدارس. المدارس اليوم للأسف مش قادرة تتصدى لهذا الجائحة، لأنه باش نقولوا جائحة التنمر قاعدة تزيد الوتيرة. دونك اليوم لازم الأهل يبدأ من البيت، الأهل يدربوا أولادهم على ما يسمى، دائما نحكي عليه أنا، الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي اليوم مهم لحتى الطفل يقدر يتصدى للتنمر والمتنمر، وحتى هو كمان ما يكونش متنمر في يوم من الأيام. يعني صحيح. احنا اليوم نحكيه على الحالتين، يعني يعبر بطريقة سليمة، يعبر بطريقة سلسة، ويوصل معلومته إذا للمعلم أو للزميله في المدرسة. نعم، أن لا يكون متنمرا، وأن لا يكون متنمرا عليه، وأن لا يسكت عندما يشاهد تنمر يحدث أمامه. هذا موضوع جدا مهم، ويجب أن نفرد له وقت أطول وحديث أطول في حلقة قادمة. شكرا جزيلا لك مفيدة بصبات زهرة، الاختصاصية في الطفولة المبكرة. شكرا لك، كنت معنا من تونس. نهارك سعيد.